عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في 29 رمضان 1443، ما نعرف لا غدوة العيد ولا غير غدوة، هذا علم ربي سبحانه. ما نقدرش نقول لكم بلي غدوة العيد ولا ماشي غدوة العيد. المهم اليوم الفيديو خاصة ليكوافير تاع راس الواد، حفافة تاع راس الواد. وتعرفوا بلي نهار العيد الناس كل يحبوا يحفوا ويحبوا يعدلوا رواحهم ويلبسوا مليح، سيرتو الولاد الصغار حتى الكبار، حتى عندنا هنا كبار يحبوا يعدلوا رواحهم سي نورمال، قنبره بيضاء وشيشيه كيفاه. المهم واش نقول لكم، تبعوني في الفيديو ما تنساوش تابوني، اللي مش يابوني يابوني، لايكيو وديروا جيم و ميم طون لي كومونتير. ولا خاصة اليوم قلت لكم لي كوافير تاع راس الواد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلت لكم توجور مع لي كوافير، هذا لي كوافير تاع العتيق توال جمال بيتشيخ، الزاوية تاع راس الواد. عندنا صحابنا اللي صورناهم قبيل هم خرجوا معايا دوك اون بار. واش راك وليدي؟ جيت تحففوا. الله يبارك. حاج لاباس بخير؟ الحمد لله. واش تقول غدوة ولا غير غدوة العيد؟ علم ربي علم ربي. وانت واش جيت تحففها؟ ها للعيد ولا؟ ها للعيد؟ شري لك باباك اللبس ولا ما شري لكش؟ ما شري لكش؟ واش يستنى؟ هناك متخطي الحاج، هاك متخطي، قال لك ما شري ليش، واش راك تستنى؟ ما شريتش يا يا اخي شريت والله. شريت القشره ما شريتش؟ هذا ما شريت القشره ما شريت؟ او ما حبش يهدر. وانت واش حففت ولا مازال؟ حففت. قلت شفت الدور ترى شو التحفيف هذي تاع اسم الدور دور منا. شوفوا يا جماعه التحفيفه تاع لا جونيس، دار لا كرو ديريكت يا بوار، قال لهم ولا غفليشه. وانتم مازال؟ مازال مازال. انا مع الحاج انا ويحفف انا. واش الحاج توجد روحك للعيد ان شاء الله؟ ها راك توجد روحك للعيد الله ان شاء الله. عيد مبارك علينا بصحة ولهنا، وان شاء الله يزهى وليداتنا ويزهى جدودنا ان شاء الله وبياتنا في هذا العيد المبارك. امين رب العالمين. ونزهى ونفرح ان شاء الله، وصحة رمضان ان شاء الله، واذا ربي يتقبل منا ومنكم وكل اجمعين. امين رب العالمين. خلي كلمة قل واحدة مليحة هكذاك. اليوم راني عند من؟ عند بن بلقاسم ايمن. بن بلقاسم ايمن الله يبارك. وراك مع الاولاد الصغار السيد هذاك او ميد بالضحك هذاك تشوف فيها ها يضحك. نقول ما نصوروش ولا في المري ونصورك يا وليدي. او لا كوب او ماك الرشيد. رشيد الله يبارك. شوف لا كوب يعني كيفاه الله يبارك. وذا كوب من بعد مازال تفوق شويه. مازال مازال تعدل الحاله ولا صافي بالبار يروحك في العيد. ان شاء الله. السلام عليكم اخي نوشرك لاباس بخير؟ كلمه الناس راهم يتفرجوا فيك. صحه فطوركم. ها صحه صحيتكم. يعطيك الصحه سيد. يعدوكم دي كوتين مصايمين. انت صايم لا فطر؟ راه غالبا رمضان. غالبا رمضان. قول العيد حقا قالوا بس ايا كل عاده كيما راه على بالكم باللي رانا دوك في اليوم الاخرين تاع شهر رمضان. اليوم رانا 29 رمضان 1443. وجماعه راكم كيما راكم تشوفوها الحفافه دايره حاله، الاولاد يستناو، هذاك عيا راه يغسل في وجهو سخانه مع السيشوار مع الشعر مع اي ودي جديده هذه عرسه جديده هذه. الله يبارك. الولاد راهم يستناو. واش راكم الولاد بخير؟ صافا من وقت راكم هنا؟ من 10 تاع الصباح. الله يبارك. راهي دوك كداه راهي خمسة. ها راهي خمسة. المهم رانا توجو في اجواء رمضان واجواء العيد. وجماعة كيما راكم تشوفوا ها حبيبنا. واش راك حبيبنا لاباس؟ بخير. انا نشوف غير الدخانة ويطلع يا حركة الدنيا يا وانت اخويا واش راك خير لاباس؟ صافا واهدر معنا. الحمد لله. انا سمي فرجو فيك. صحيتكم انتم مبارك ولا انتم بخير؟ ربي يتقبل منا ومنكم. امين. واش ما تعطينا كلمه اخينا؟ صحة رمضانكم وصحة عيدكم. يعطيك الصحة. وانت؟ صحة رمضانكم وصحة رمضانكم. هيا انتم مع بعضكم قولوا صحة عيدكم.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. توجور في اجواء رمضان. اليوم رانا توجور في 29 رمضان 29 رمضان 1443 هجري. وهذاك شوف كيما راكم تشوفوا لي كوافير ماهمش قاعدين، الله يبارك ماهمش قاعدين. يعني تقول شعب راس الواد، ماشي شعب راس الواد، شعب جزائري وكل يسنوا غير نهار العيد باش يحفل. سواء العيد كبير ولا العيد صغير، تقول عام 12 شهر ما يحفوش، غير حق العيد يبداو التعفيفة واللحية والدنيا كل ما كاش منها. هذيك هي. كل ما كاش منها. كيما راك تشوف. ويقعدوا المزيد يعاود، يقول لي غدوة لازم نعيدوا بكندوة بيضاء وكيفاش. هذا هو حاط راسه ما عادش يهضر. نعسان نعسان. منو كتارك السنة أنت مكتار؟ منو كتارك هنا؟ ما عندكش بزاف. ما عندكش بزاف، ما عندك سهر. والله حبيب واحد آخر قال لي من 10 تاع الصباح. السلام عليكم. هاني مع اجواء رمضان هنا مع جوناس. هذا راه والله مولاتي. حاضر معاه. خليه مو ثلاثي. ها ولا في الجو. ها خليه. واش راك تاع؟ بخير لاباس؟ بخير. جيت حفف للعيد برك؟ للعيد العيد جيت حفف. عندك للعيد صغير والعيد كبير يا اخي. هذاك هو الاخر تاع الخرايا ترو فوا بارون. وانت انت جيت حفف. وسنتك وراهي طارت طارت. داها الفر ما داهاش؟ داها الفر ما داهاش؟ طحت الطابله. دي اكسيدون، دي مش فاره. قول لي في رمضان نهار بدات كورونا. انا بدات البرومي جور. برومي جور تاع كورونا. اي والله. طابله طحت على الطابله. تسمع سخرت على المرقاز ولا هذاك خربطتك في السنه. ندبت لها. قولنا صحة فطوركم. قول صحة عيدكم. قول صحة عيدكم. صحة عيدكم. قول صحة عيدكم. يعطيك صحة. أنا مع الشاب هنا ثاني. واش راك حبيبنا؟ يا لاباس. جيت تحفف ولا حففت؟ راح تعدل برك. ما تحفف ما والو. كيف هذا تعدل هذا؟ ما فهمتش. ولا أنا ترى نشوفوا شعرك ترى. شنو ترى نشوفوا ترى؟ با 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 وعادل تسمى يزيد يعدل لك هادو. اي والله. واش قلنا سامي يتفرجوا فيك؟ واش تقول لهم؟ صحة فطوركم وصحة عيدكم. يعطيك الصحة وليدي. الله يبارك الله يبارك. واحد هنا راه ديجا راه يعدل ولا تحفف انت؟ تحفف ديريكت ضربة واحدة. العيد العيد تحفف انت ولا؟ ولا خطرات في العام؟ فهمني برك. وقت تروح الحفاف؟ كل شهر. كل؟ ماهوش باين عليكم ولا غبين. انا كل من العيد العيد. من العيد العيد. واش تقول لهم يتفرجوا فيك؟ واش تقول لهم؟ صحيح. يعطيك الصحة وليدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور 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 رانا في أجواء رمضان في راس الواد. واليوم اليوم 29 رمضان 1443 رانا مع عند الحفاف. حفاف حفاف واسمك؟ أكرم. أكرم. أنا رانا عند أكرم. وكما راكم تشوفوا لا جوناس تاعنا هاهم يستناو لي زونفون. الله يبارك. وي هكداك ستار بيك تانا. لي زونفون تاعنا ها. واش راك وليدي بخير؟ واش راك؟ لاباس. قول لاباس. لاباس. وأنت واش تقول؟ لاباس. لاباس. واش راكم أنتوما؟ بخير. بخير. وأنت؟ أنت والله غسلنيك تقول كعقب عليها كونفور يعني. تقول لها واش وراه مسنيك هذا من الحلويات ولا كيفاه؟ ها تاكل بزاف الحلويات. ليه هذا؟ ها تاكل بزاف الحلويات والله غتقول عقب عليك الشر تاع روسيا يا. اهلا بك. واش راك بخير؟ لاباس. وانت يا هذا شكون ما يعرفوش؟ شكون ما يعرفوش؟ واش راك بخير؟ لاباس. جيت تحفف ولا جبت صحابك؟ تحفف وجبت هذا. جيت تحفف وجبت هذا. الله يبارك. واش قلنا سامي يتفرجوا فيك؟ صحة عيدكم وصحة فطوركم. يعطيك الصحة. رمضانكم وصحة عيدكم. يعطيك الصحة سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. اليوم الأخرين تاع شهر رمضان. اليوم الأخرين ما نعرف غدوة نعيد ولا غير غدوة. ما نعرف. ما نعرف. السلام عليكم. وشربات راهي بالساشي هنا. راهي بالساشي. في البيدون. ونشرب. لاباس. لا لا عمل العيد وشراك. خير. جيت شري الشربات. هذا راه يجي من عين المانع لجا الشربات. من عين المانع جا الشربات. ولا السي احمد. ولا السي احمد. اي تسمع عين المانع تسمع. واش راك يا بنتي؟ اشنا تروح منا تروح؟ روحي. وين رحت؟
راحت زيدني برونز طيحها على بالي شو شو الله يسر كما راكم تشوفوا شربت مثل كاين الله يبارك رانا اليوم 29 رمضان 1443 هكذاك تسمى رانا في كلمه الاخير نعرف غدوه عيد ولا غير غدوه اي الغدوه ان شاء الله تبعنا سعوديه رانا صايمين لا انا صايم وصوموا خير نزيدوا نبيعوا شويه شربات ان شاء الله هو ولا عم يسلم يا تو هذا وكذا ما حضرتلوش حاضر معاه واش راك بخير لاباس هاي المهم شنو نقول لكم انا ساعه فطوركم وساعه سحوركم وجينا نديو شربات اليوم عيد مبارك ان شاء الله انا نجيو لنا العيد ان شاء الله لا تبيعوا الشربات ولا ما تبيعوش ما نبيعوش ندو يس خلاص اي سامي تفرجوا فيك واش نقول لهم صحه الله صحه عليكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله عيد وجيب الصحه والعافيه امين رب العالمين تحيه الجزيره الله يرحمكم ان شاء الله صحيت صعب صعب صحيت من السلام عليكم صحيت لاباس بخير الحمد لله السلام عليكم واش راكم بخير لاباس بخير الحمد لله اشرب مسالك نهار غدوه بعد خلاص اوتوريزي صحيت هذا الميد والله غاك في الماء والله غاك قبل ما الحاج صحيت واش كاش ما زبدة كاش ما حليب كاين الخير ديري ما جيتش انا ما جيتش واش راك معاه روح ابو بعد الزاوية والله غا الزاوية على بالي على بالي على الجالة ان شاء الله يجعلني ديما هكذاك ديما هكذاك طابة بالمحطة ميسي بكير موال هذا موال يخدم الغنم جاي عيد كبير ان شاء الله اسمع راه جاي العيد كبير راني نجي نصور في السواق دبر راسك اهبط ما تخليش علينا برك السلام عليكم رانا توجور في اجواء رمضان في راس الواد كما راكم تشوفوا جماعه راه يتحفف راه يتعدل في روحه والعيد قرب نرسين العيده نرسين العيد ان شاء الله واش راكم شكون ديروا هذا منو كثرك هنا انت هذا وين والله صافي الغشير سكتوا شو الغشير انا معاهم راك معاه وخلاص راك تعدل في الحاله واش هذا واش ديت هذا البن ولا الحليب رايب هذا ربيع رايب الحليب رايب هذا باين شعر ابيض هذا واش هذا حليب العجوله عم والله صح حليب والله راني نشوف فيه الابيض يضرب ولا الزبده تاع العجل واش راكم اخي صافا عقبتو شهر رمضان مليح لاباس الحمد لله صح واش نقول لكم واش تقولوا لنا سي فاتور فيكم واش تقول لهم لا بالصحه عيدكم صحه عيد ان شاء الله جايين علينا بالصحه ولهنا امين رب العالمين ويعطيكم الصحه لا جونيس ادلوك هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هيا السلام عليكم أنا توجور في المحلات كما راكم تشوفوا مازلنا نهار غدوة والعيد نهار الاثنين إن شاء الله العيد اليوم رانا 29 أسنى اليوم رانا 29 رمضان 1443 هجري وتسمى كما نقولوا راه الناس خلاص بدات تسهر حتى يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صوموا لرعيته وافطروا لرعيته وإن غم عليكم فأكملوا العدة. أي والله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق رسول الله العظيم. هاتك صح.
واش تقول لنا كلمه للناس اللي يتفرجوا فيك؟ صحه فطوركم وكيف يقولوها وصحه عيدكم والحمد لله عقب رمضان يعني كما ينبغي. الحمد لله يا ربي الحمد لله كفى خير ربي ورزقنا ربي الحمد لله الحمد لله. ودي البنوت شكون؟ هاي بنتي الله يبارك الله يبارك. واش راك يا بنت؟ كيش ما كي حافظه الصوره ماشي حافظه؟ حافظه. واش راكي حافظه؟ شوفي لي العصر. ها العصر هاي روحي حافظيها لي ترى. والله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. هاكم شي كيما صحه رمضان عيدك صحه عيدكم صحه عيدكم عيدك صحه. يعني ما شاء الله عندنا احنا الاولاد ولاد صغار حافظين القران خير من الكبار. الله يبارك والله خير من الكبار. الله يبارك ما شاء الله. عندك بنت الله يبارك. عندي الله يبارك الله يبارك الله يبارك. يعني نقولوا احنا نهضروا عليها هذه اللي حاضره هذوك هذه ملك 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 خير. واش تمني تخرجي يعني تخرجي كي تكبري غد؟ واش حبي تخدمي يعني غدو كي تكبري؟ ولا طبيبه؟ طبيبه تاعش طبيبه طبيبه انسى تاع سنين ماعرفش نهضر العربيه الله غلط ولا تاع السنين بالتعديل السنيه باش تعاودي لي فمي. واعره انت يا بابا سنيه. السلام عليكم وبلا مزيه. المهم نشكروا العم فؤاد اللي راه قايم بالواجب تاعو وكثر ان شاء الله. ان شاء الله تاع راس الواد والامه الاسلاميه وكل ربي ان شاء الله يتقبل منا الصيام والقيام وان شاء الله ربي يجعلنا من الناس المعتوقين ان شاء الله يا رب العالمين. صحة فطوركم ناس راس الواد صحة رمضانكم وان شاء الله عيد مبارك علينا وعليكم. يعطيك الصحة. فلسطين ان شاء الله تستقل وان شاء الله يحروها الابطال والاحرار. وتحية من عندنا حنايا توع الجزائر تحية ولا بغاو به المعونة ولا حاجة رانا هنا. هيا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور في شهر رمضان رانا في الأخير شهر رمضان 29 رمضان 1443 سنة سمنا له تقريبا 30 يوم يعني نقولوا 30 يوم نرسل إن شاء الله العيد. آخر في هذه آخر مشي آخر قبل الأخير فيديو تاع رمضان زدنا زرناكم لا دوزيام فوا في شهر رمضان. هذه لا دوزيام فوا هذه لا دوزيام فوا. واش راكم مع رمضان هذا وكيف عقبتوا شهر رمضان 29 يوم؟ الله ما شاء الله ما غلبكش ما كان والو والو والله ما درت حتى هوشه ما باكاريت ما والو. الحمد لله الحمد لله الحمد لله في الدار ما قلقتهمش الحمد لله يا ربي. هاي الحمد لله خطوهم يخطونا. والله وفي الدار كيف دايره عندك هذه في الدار؟ بيان والله غادي الحمد لله. ما تدوش في الكوزينه والو والو ما تخش خلاص الكوزينه. لا لا ما تخش الكوزينه والو. انا ندخل الكوزينه مش كيف كيف انا ندخل الكوزينه بصح ما ندير والو. نشم الريحه برك نشم الريحه ناكل برك. هذاك ماكل. واش تقول الناس راهم يتفرجوا فيكم يعني في شهر رمضان هذا وفي العيد؟ ان شاء الله من الصيام هذا امين. واش نقول لك المبارك كل المسلمين ان شاء الله امين رب العالمين. كاع لافاريت كامله هذا مكان وان شاء الله يا ربي يتقبل منا وصحاب فرنسا صحابك ومنك عندك تاع عندك اهل وعندك يصاموا معنا هنا. الله غالب المهم انا بالكاميرا تاعي راه مصامو هنا يعني بال شوف واش درت انت فؤاد في رمضان هذا الكل راهم عايشوه معنا لهنا. والله هذاك هو اللي نحوس عليه انا والله. هذا هو البيت تاعي انا ماشي البيت برك في راس الواد برك والله. انا البيت تاعي ديما يعطيك الصحه خويا بلا مزيه والله معنا حتى مزيه معنا حتى مزيه. الناس من في الغربه يقول لي تشوف لاباج تاع فؤاد من هنا شوف واش كاين في راس الواد على بالهم كلش على بالهم كلش على بالهم كلش. كاين ناس حتى يوميات رمضان راه هي اجور. كاين ناس بالتليفون يقول لك واش درت واش درت واش شريت يقول وين كنت معايا ولا يقول لك والله بلاباج. المهم احنا ما درنا والو. انا ديما نقول ما درت والو. انا مانيش كما قال واحد انا راني وسيط برك وسيط ما بين فلان وفلان وسيط ما بين فلان وفلان والناس تترحم الناس اللي محيين وترحم الموتى وما نسوش امواتنا اللي ماتوا اللي راحوا لنا العملول اللي عملوا سموا رمضان معنا وسنا ما كانش. وكاينين ناس ثاني اللي صورتهم سنه ثاني غد العام الجاي ما تلقاهمش ربي يرحمهم. هو شوف رمضان يروح ويجي يروح ويجي زعما احنا نحضروا هذاك هو الصح. ان شاء الله نحضروا العام الجاي ان شاء الله احنا نكونوا واجدين في اي بلاصه ماشي بلا رمضان نكونوا واجدين. انا واش نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وما ننسوش فلسطين. الله
حرة والقدس والقدس العاصمة إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور في أجواء رمضان في راس الواد كما راكم تشوفوا جماعة راه تخيل في القش واحد في صباط واحد في هذيك صعب الزلابية سروال بمية ها ورا ورا سروال بمية ورا هاي بمية ها والله غرها بمية بركة والله الله يبارك الله يبارك كما راكم تشوف ها هذا راه يقيس الصباط والله غرها واش مليحه هذا وين شفناها مازال ما بانتش مازال ما بانتش ان شاء الله تلقاو له وحده مليحه ان شاء الله ان شاء الله هاي رجلوه كما تجمع عندكم يخيروها هم يخيروا في السب صبات كما راكم تشوفوا شوفوا شوفوا الكعبه هذه مليحه مليحه عجبتك هاي في يدك انا نفرجوا في يدك برك خلينا نشوفوها نشوفوها احكم تراها كعبه مليحه الله يبارك ان شاء الله تشريها ان شاء الله تشريها كيما راكم تشوفوها الناس يتخيروا هذاك منا اي والله واش كاين هذا واش كاين هذا نحوسوا نساعدوا في لقمه الجبر راك جيت ساعدوا في لقمه الجبر ساعدوا ساعدوا واش ديرها ترى ديرها ترى معليش البس البس ترى البس البس شوف البس اطراف البس باش معليش معليش باش نشوفوا احنا العقليه كيف جات كيف منا باش تشوف روح اسمع باش دوك تشوف روح كيف جاتك ها يا سيدي اي والله غثقه هاي كيما راكم تشوفوا راهي قيس في قمجة وا با 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 قمجة تاع معالين خويا ومع والله غير روعه ما هو فوكوس وبيه ما شاء الله يوتيوب واش نبعث في اليوتيوب هاي كيما راكم تشوفوا اشنا ترى روح قد من هنا ترى كما راكم تشوفوا ها ما شاء الله ما شاء الله ها ربي يبارك شكون هذا عاقل وفلسطيني روح روح خلاص ديالو 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 فرده اعطيلو على فردتها صحيح شريتها شريتها مبروك 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 اي مبروك ورا ها ورا هذا هو الاشتراك يعطيك الصحه اخويا اي مبروك عليك بالبركه ان شاء الله تقطعها تقطعوا بصحه ولا هنا هاي هاي كيما راكم تشوفوا القش محطوط كاين كل شيء صباص سلوال تريكوات انواع واشكال انواع واشكال عيدوا اخويا عيدوا كلمه الاخيره كلمه اخيره نعيدوا بالصحه ولهنا وان شاء الله كل تلبس وكل تعيد ان شاء الله وسعد خاوتك شويه ومساني مساني لنا راه هذا دار الكبيرة دار الكبيرة ان شاء الله اخونا ورد منا ورد منا وقايم اهلا وسهلا بكم اخويا هذا من ليزونسيان كومباتون من ليزونسيان كومباتون اهلا وسهلا بليزونسيان هاي واش نقول لكم انا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنتم في اجواء رمضان بخير ان شاء الله في راس الواد اهلا وسهلا بكم جيك السلام عليكم مساء الخير صحة رمضانكم تعيدوا بالصحة والهنا والحمد لله ربي زادنا نهار ماذا بينا صوموا نكملوا 30 يوم وعيدكم مبارك من عند شيخ النمس الشده في الله والعاطي ربي سبحانه خالقي خالق الكوان عقبنا رمضان بالصحه ولهنا ما لقري شويه الغلا ما لقري مي رمضان راه يجيب فضله ويجيب رزقه بارك الله فيكم بارك الله فيك خويا فؤاد ناس راس الواد من الصناطراك بالصناطراك تحياتي لكم يعطيك الصحة ميرسي